طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده تلخيص chapter 4 من كتاب The Outliers اللي العنوان بتاعه The Trouble with Geniuses Part 2. الحقيقة الشابتر لغاية دلوقتي ده أحلى شابتر في الكتاب وفي قصص جميلة جدا مالكوم جلادويل بيتكلم عليها. وهو بدأ الشابتر بكوت: After protracted negotiations it was agreed that Robert would be put on probation. قصة مضحكة جدا هتكلم عليها دلوقتي. طيب كوت كده في أول الشابتر بيقول إيه؟ بيقول: To this day I haven't met anybody who was as poor when they were kids as our family was. Chris Langan says, we didn't have a pair of match socks. Our shoes had holes in them. بيتكلم على كريستوفر لانجن اللي هو بالنسبة له هو أذكى شخص هو قابله في حياته. وبيحكي دلوقتي القصة بتاعت منشأه وهو صغير عشان بعد كده يبين قد إيه إن الأوتلايرز دول ناس لازم تتهيأ لهم الظروف عشان ينجحوا. باختصار كريستوفر لانجن نشأة صعبة جدا، نشأة فقيرة جدا، كان عنده 4 أخوات، كل أخ من أب أبوه كان بيشرب كتير جدا وبعد كده مرة واحدة ساب لهم البيت ومشي. كانت نشأة في منتهى التعاسة، لكن افتكروا كويس إن كريستوفر لانجن he was a genius kid. للأسف الشديد حصل له مجموعة من الظروف خرجته خالص إن هو يكون outlier. أول حاجة حصلت له إيه؟ Upon graduation from high school, Chris was offered 2 full scholarships, one to Reed College in Oregon and the other to the University of Chicago. He chose Reed. جاله 2 scholarships، واحدة في Chicago والتانية في Oregon. اختار ان هو يروح Oregon. طبعا ظروفه كانت صعبة جدا، معهوش فلوس وكان ساكن في منطقة بعيدة عن الكلية، فعشان يوصل للكلية كان محتاج 2 أو 3 ساعات عشان يوصل للكلاسس بتاعته. تخيلوا بقى اللي حصل معاه. راح للبروفيسور وقال له انا ساكن في مكان بعيد ومعيش عربيه وظروفي صعبه، لو سمحت حطيني in the afternoon classes instead of the morning classes. كانت ايه الاجابه؟ روح روح، لا هنحطك في الـ afternoon classes ولا هنعمل لك حاجه. يوم تاني كان عنده امتحان، عربيته خد عربيه اخوه عشان يروح الامتحان، عربيته حصل لها مشكله ما عرفش يروح الامتحان. راح to the dean of the college، راح لمدير الجامعه، تخيلوا. And he is a genius. راح قال له أنا حصل لي كذا كذا، بليز عايز أعيد الامتحان. قال له سوري. فأكوردنجلي he lost his scholarship. اللي حصل بعد كده معاه إن هو قدم في جامعة تانية، طبعا بسبب الظروف اللي حصلت له دي جاب straight F's، F في كل المواد. راح قدم في جامعة تانية ومن كتر ما هو أهله فقراء وظروفهم صعبة كان مطلوب بس يتعمل financial statement، أمه تعبيره financial statement في الورق بتاع الجامعة، حاجة يعني إجراء روتيني عشان يخش الجامعة. أمه من كتر ما هم فقراء ومن كتر ما هم مش متعلمين كويس هنجت وهي بتعبي الابليكيشن ما عبتوش. فأكوردنجلي راحت عليه scholarship. ولحد يومنا ده كريستوفر لانجن the most clever person on earth ما كملش تعليمه. بصوا هو بيقول إيه بقى: Here I was, knocking myself out to make the money to make my way back to the school. And it's the middle of the Montana winter. Montana ولاية ساقعة جدا في أمريكا. I am willing to hitchhike into town every day, do whatever I had to do, just to get into school and back. And they are unwilling to do anything for me. So I dropped out of college, simple as that. تجربة صعبة جدا. طيب دلوقتي مالكوم جلادويل بينط الموضوع تاني وبيحكي قصة بني آدم تاني عشان يقارن ما بينه وما بين ظروفه وما بين ظروف كريستوفر لانجن. الولد التاني ده اسمه ايه؟ اسمه روبرت أوبنهايمر. طبعا الاسم ده مشهور للي عارفين موضوع The Manhattan Project، المشروع الامريكي قبل الحرب العالمية التانية بتاع صناعة القنبلة النووية The Nuclear Weapon. روبرت أوبنهايمر The Physicist who famously headed the American effort to develop the nuclear bomb during World War II. اسمعوا بقى القصة بتاعته عشان تشوفوا العجب. الراجل ده كان عنده اضطرابات نفسية وكان عنده مشاكل نفسية لدرجة ان هو حط سم للمدرس بتاعه في الجامعة. ومن كتر ما هو كانت ظروفه مساعداه، اي حد طبيعي في الجامعة يعمل كده المفروض ان هو يترفد من الجامعة،
اللي حصل معاه ان الجامعة كانت عارفة ان هو ذكي وكانت عارفة ان هو شاطر, فدت له فترة probation ان هو ياخد فيها social يعني social sessions عشان اموره تتحسن. قارنه كده ما بين واحد كان بيحفى عشان يوصل لكلية وظروفه ما ساعدوش انه يكمل كلية, والتاني ده حط السم لمدرسه ومع ذلك الجامعة قررت ان هو يكمل مجرد ظروف ملاش اي علاقة بالامكانيات الشخصية. شوفوا بقى هنا الكاتب بيقول ايه. Oppenheimer and Langen might both be geniuses, but in other ways they could not be more different. كل واحد كان ليه كورس مختلف تماما في حياته. اللي حصل بعد كده ان الناس ابتدت تتقدم عشان المشروع بتاع Manhattan Project, عشان مشروع قنبلة نووية, وكل اللي كانوا Oppenheimer كان صغير في السن لكن هو تقدم للمشروع, كان عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه. ليه بقى؟ لانه ما كانش زي كريستوفر لانجن من أسرة فقيرة, كان من أسرة غنية جدا. أبوه كان تاجر قماش كبير, وأمه وأبوه كانوا انتلكتشوال وكانوا بيحطوا ثقة في ابنهم, فهو كان عنده ثقة ان انا كويس. بس at the same time امكانياته ما كانتش زي كريستوفر لانجن. He was a genius بس ما كانش زي كريستوفر لانجن, لدرجة ان زمايله اللي كانوا بيعملوا له انترفيوز او الناس اللي بعد كده اشتغلت معاه في مشروع Manhattan Project بتاع القنبلة النووية, واحد منهم قال ايه, قال he couldn't run a hamburger stand. Oppenheimer بقى على عكس كريستوفر لانجن في حاجات ما كانش عنده أي خبرات إدارية, كان راجل بتاع theoretical physics, ما كانش عنده أي experimental أو practical experience عشان يتقدم للمشروع للposition ده, لكن كان عنده حاجة مهمة جدا ما كانتش موجودة عند كريستوفر لانجن, which is practical intelligence. practical intelligence ودي حاجة مهمة بيركز عليها مالكوم جلادويل, ودي ما كانتش موجودة عند كريستوفر لانجن. كريستوفر لانجن ما كانش قادر يكوميونيكيت العبقرية اللي موجودة في دماغه. كان ممكن يتكلم فيه مرة, بيحكي في الشابتر انه كان مرة بيتكلم مع مدرس كالكولس, كان بيدرسه كالكولس, فهو شاف عشان هو ذكي جدا ان الطريقة اللي المدرس بيدرس بيها الكالكولس دي طريقة عقيمة, فعمل ايه, راح كلمه قال له انت بتدرس الكالكولس بطريقة غبية جدا, وهو عبقري. المدرس راح يقول له ايه, قال له ما هو الماث مش للاغبياء, الماث للاذكياء بس. فهو ما كانش عنده البراكتيكال انتليجنس انه يقدر يترانسفير ويوصل المعلومه بتاعته عشان الناس فعلا تاخد بالها ان هو جينيوس. اوبنهايمر هي واز ذا توتال اوبوزيت, عشان هو كان متربي كويس وكان متربي في بيئه مفتوحه, كان عنده القدره ان هو يتكلم مع الناس ويقنعهم بفكرته ويقنعهم بان هو هيز جينيوس. طيب شوفوا الحتة دي, هو بيعلق على الموضوع ده بيقول ايه, بيكلم على كريستوفر لانجن. He manages to have an entire conversation with his calculus professor without ever communicating the one fact most likely to appeal to a calculus professor. The professor never realizes that Chris Langen is good at calculus. والعيب كان في مين؟ العيب ما كانش في البروفيسور, العيب كان في لانجن نفسه. اوكي. The particular skill that allows you to talk your way out of a murder rap or convince your professor to move you from the morning to the afternoon section, المواقف اللي حصلت لأوبنهايم أو للانجن, is what the psychologist Robert Sternberg calls practical intelligence. To Sternberg, practical intelligence includes things like knowing what to say to whom, knowing when to say it, and knowing how to say it for maximum effect. إن أنت تكون عارف تقول إيه وتقوله في الوقت المظبوط وتقوله بالطريقة المظبوطة للشخص المظبوط. That is, it's not knowledge for its own sake. مش بس المعلومات اللي عند البني آدم هي اللي بتحدد نجاحه. It's knowledge that helps you read situations correctly and get what you want. النولج اللي يخليك تعرف تتحكم في المواقف, تعرف تتصرف في المواقف, ولما يقابلك موقف صعب تعرف تخرج منه. زي الموقف اللي قابل أوبنهايم لما اتهم, وهو اتهم يعني هو فعلا عمل كده, انه سم المدرس بتاعه, عرف يخرج من الموقف. And critically, it is a kind of intelligence separate from the sort of analytical ability measured by IQ. موضوع practical intelligence ده مش موجود على IQ بقى, دي سكيل بتيجي من النشأة. فهو هنا مالكوم جلادويل بيفرق بين حاجتين, ما بين الاي كيو والبيرسونال انتليجنس, ده حاجه في الدي ان اي, ده حاجه الانسان بيتولد بيها, وما بين البراكتيكال انتليجنس دي حاجه البيئه بقى والتربيه اللي الطفل نشا عليها بيكتسبها من خلال الخبرات اللي اكتسبها في حياته. فهنا عندنا نموذجين واضحين جدا للاختلاف
في موضوع البراكتيكال انتليجنس, مع ان الاثنين عندهم فيري هاي اي كيو, لكن واحد هي واز فيري هاي اون براكتيكال انتليجنس اللي هو روبرت بتاع النيوكلير بوم, وكريس لانجل هي واز فيري لو اون براكتيكال انتليجنس. You can have lots of analytical intelligence and very little practical intelligence, or lots of practical intelligence and not much analytical intelligence. Or, as in lucky case of someone like Robert Oppenheimer, you can have lots of both. IQ is a measure to some degree of innate ability, لإمكانياتك الشخصية, but social savvy is knowledge. It's a set of skills that have to be learned. It has to come from somewhere, and the place where we seem to get these kinds of attitudes and skills is from our families. هنا بيقول بقى ان موضوع practical intelligence ده بيجي من الأسرة. طيب, there were only two parenting philosophies. هنا بقى هو بيتكلم على عمل دراسة على كل الأشخاص اللي كانوا في منتهى الذكاء دول, وعشان يشوف التأثير البيئة فيهم ابتدى يرجع يشوف أهاليهم, لأن الأهالي بتوع الأشخاص الجينيسز دول انقسموا إلى قسمين, قسم كان بيربي بطريقة وقسم كان بيربي بطريقة تانية. القسم اللي كان من الأسرة اللي في الطبقات المتوسطة والعليا كان بيربي بطريقة هو بيسميها ان هي entitlement, ان هم بيدوا الولد سبيس ان هو يقول رأيه وان هو يعبر عن اللي هو عايزه وان هو ينخرط في اعمال اجتماعية تخليه انه يقدر سوشيالي يكون عنده الابيليتي انه ياخد اللي هو عايزه. الطريقه الثانيه كانت الاندبندنت بتاعه الطبقه الفقيره, اندبندنت الولد يكون منطوي, الولد يكونش ما يكونش عنده اكتيفيتيز كتير, ويكون كل لعبه وكل اكتيفيتيز بتاعته معتمده على امكانياته الشخصيه, يقعد مع نفسه 3 4 ساعات واللي يلعب بيه يلعب بيه, بس مش بينخرط في اكسبيرينسز تخليه يكبر وتخليه يتوسع في الامكانيات الكبيره اللي عنده. The wealthier parents were heavily involved in their children's free time, shuttling them from one activity to the next, quizzing them about their teachers and coaches and teammates. That kind of intensive scheduling was almost entirely absent from the lives of the poor children. The middle-class parents talked things through with their children, reasoning with them, بيتكلموا معهم ويتناقشوا. They didn't just issue commands, مش بس بيدوا instructions. They expected their children to talk back to them, to negotiate, to question adults in positions of authority. If their children were doing poorly at school, the wealthier parents challenged their teachers. يروحوا المدرسة ويتكلموا, أنا ابني مش ماشي كويس ليه؟ أنا ابني كويس, أنا ابني لازم تعملوا كذا, ابني لازم تعملوا كذا. They intervened on behalf of their kids. على العكس بقى, the poor parents, by contrast, are intimidated by authority. بيخافوا من موضوع ان هم يقفوا في ظهر ولادهم. They react passively and stay in the background, ومش بيقدروا ان هم يتدخلوا ويساعدوا ولادهم لما يحتاجوا مساعدة. Okay. But in practical terms, concerted cultivation ده لو التربية بتاعت الطبقة الوسطى والطبقة العليا, has enormous advantages. The heavily scheduled middle class child, الولد اللي بيبقى عنده مضغوط وعنده schedules كتير وعنده تمارين ورايح وجاي ومنخرط, is exposed to a constantly shifting set of experiences, عمال بيتراكم عليه الخبرات. She learns teamwork and how to cope in highly structured settings. She is taught how to interact comfortably with adults and to speak up when she needs to. بيتعلموا a sense of entitlement. Entitlement يعني ان انا استحق, وانا المفروض ان انا اكون ناجح, فاكوردنجلي بيطلب اللي هو عايزه, وبسبب ان هو انخرط في اعمال اجتماعيه بيعرف بقى لما يكبر يطلب اللي هو عايزه. طيب, by contrast, the working class and poor children were characterized by an emerging sense of distance, distrust and constraint. مقيدين بياخدوا instructions, ما كانش عندهم space ان هم يقولوا رايهم وان هم يتربوا على الموضوع ده. They didn't know how to get their way or how to customize the environment around them. تمام. بيرجع بقى الموضوع اوبنهايمر, بيقول ان هي دي كانت الميزه بتاعت اوبنهايمر مقارنه بكريس لانجن. اوبنهايمر ما كانش اذكى من كريس لانجن. مالكم جلادويل بيقول ان انا ما شفتش حد في حياتي ذكي زي كريس لانجن.
فهنا بيقول ايه بقى؟ بيقول this is the advantage that Oppenheimer had and that Chris Langen lacked. Oppenheimer was raised in one of the wealthiest neighborhoods in Manhattan, the son of an artist and a successful garment manufacturer. بيعلق تاني على الموضوع ده بيقول students كان بيروح لمدرسة, واحد من الطلاب في المدرسة بيقول ايه, واحد من التيتشرز بيقول students were infused with the notion that they were being groomed to reform the world. تخيلوا ان الناس في المدرسة بيتقال لهم ان انتوا بيتقال لهم ان انتوا هتشكلوا العالم. تخيلوا لما الطفل يكون بينشأ النشأة دي هيطلع عامل ازاي, لو هو عنده الكفاءات الشخصية هيطلع يغير العالم. Oppenheimer's parents responded to their son's hobby in an almost textbook example of concerted cultivation. لما الأب والأم بتوع أوبنهايمر شافوا إن ابنهم عنده إمكانيات عملوا الحاجات الصح اللي تتعمل زي ما الكتاب بيقول. على عكس كريس لانجن, he didn't learn entitlement, he learned constraint. It may seem like a small thing, but it was a crippling handicap in navigating the world beyond Bozeman. ده كان حاجة للأسف قيادة الفيوتشر بتاع كريس لانجن. طيب هنا بينتقل لموضوع تاني, بيتكلم عن موضوع التيرمايتس اللي كنا قلناه في الشابتر اللي فات, الأطفال الأسكية اللي كان تيرمن السايكولوجيست بروفيسور بتاع ستانفورد كان جمعهم ودرس حياتهم بالكامل. بيقول ايه هنا بقى؟ بيقول ان هو كان عنده 730 طفل, هو قسمهم into 3 groups. 150 يعني تقريبا ال 20% اللي فوق دول سماهم جروب A, ودول كانوا الأشخاص اللي نجحوا نجاح منقطع النظير في حياتهم. وبعدين شاف ال 150 واحد دول حصل معاهم ايه, كلهم خدوا college degrees, يبقى دول كانوا top 20% من ال 730. ال 60% اللي تحتهم اللي هو الميدل جروب دول سماهم جروب بي, دول كانوا اللي أدائهم كان متوسط في حياتهم. والباتم 150 دول سماهم جروب سي, دول اللي كان عندهم superior mental ability, كانوا عباقرة, لأن هو الجروب كله A و B و C فعبارة عن جروب عباقرة, لكن جروب سي منجحش في حياته. طيب هنا بيدرس بقى بيقول إيه الفرق ما بين A و B و C, إيه اللي طلع عندنا 700 وكسر عبقري, إيه اللي طلع مجموعة ناجحة ومجموعة متوسطة ومجموعة ما نجحتش في حياتها. اسمعوا, the A's overwhelmingly came from the middle and the upper class. المجموعة اللي هي ايه اللي هما نجحوا في حياتهم, العباقرة اللي نجحوا في حياتهم كانوا من الطبقة المتوسطة والطبقة العليا. Their homes were filled with books. Half the fathers of the A group had a college degree or beyond. أبهاتهم وأماتهم كانوا خريجين جامعة, and وموضوع جامعة أياميها أيام تعمل التجربة دي ما كانش سهل. يعني باختصار البيت كان مهيأ أنه دول يطلعوا عباقرة. طيب جروب سي اللي هما كان العكس, العباقرة وهم صغيرين بس ما نجحوش, لقى أن تقريبا تلت أبهات وأمهات المجموعة سي دول خرجوا من الجامعة ما كملوش الكلية. تخيلوا زي أن البيت فرق في أن واحد جينيس يطلع ناجح وأن واحد جينيس ما يطلعش ناجح. The A's were judged, الأطفال بتوع مجموعة A هنا بيوصفهم بقى, they were judged to be much more alert, poised, attractive and well dressed. In fact, the scores on those four dimensions are so different as to make you think you are looking at two different species of humans. You aren't, of course. You're simply seeing the difference between those schooled by their families to present their best face to the world and those denied that experience. بيقول لك لما تيجي تشوف الفرق اللي حصل ما بين بتوع جروب A وجروب C تحس انت اكنك بتتفرج على نوعين مختلفين من البشر. هو طبعا لا نوعين مختلفين ولا حاجه, هما الاثنين كانوا من نفس المجموعه التيرمايتس, لكن ناس النشأة بتاعتهم فرقت فرق دراماتيكي في ان هما نجحوا, وناس النشأة بتاعتهم للاسف خلتهم ما ينجحوش. بيقول ان تقريبا ما فيش حد من المجموعه بتاعه C نجح في حياته ولا قدر ان هو يعمل اسم لنفسه. They lacked something that could have been given to them if we'd only known they needed it, a community around them that prepared them properly for the world.
للأسف كل اللي كانوا محتاجينه بيئة محيطة تقدر تساعدهم إنهم يطلعوا ناجحين. بيرجع هنا لكريستوفر لانجن في آخر الشابتر وبيوصف قديه الراجل ده عبقري، وقصة لذيذة جدا. بيقول إنه راح قابله في المزرعة بتاعته، راجل في الخمسينات قاعد منطوي، بيصحى الصبح يقعد على الكمبيوتر يشتغل على الحاجة اللي بيشتغل عليها لغاية لما ينام. بيقول إيه بقى؟ بيقول إن أنا ممكن أخش السرير ويبقى عندي سؤال في ذهني. بيقول من كتر ما هو ذكي وعبقري وهو نايم بيحلم بالإجابة. فبيقول أنا I don't wake up in the morning إلا وتكون الإجابة في ذهني، يا إما حلمت بيها يا إما بحس الإجابة إيه. راجل عبقري. وبيختم الشابتر بيقول Here he was على كريستوفر لانجن، A man with a one in a million mind and he had yet to have any impact on the world. راجل عبقري دماغه ما فيش زيها في الدنيا، لكن للأسف ملوش أي تأثير في الناس. وبكده يبقى خلص شابتر 4 من كتاب The Outliers. شكرا جزيلا.